يواجه اللاجئ اليوم في العالم عديد الصعوبات والمعوقات تحول دون مشاركته في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات المضيفة له. تونس من بين هذه الدول، حيث يؤكد عدد من اللاجئين هنا وجود بعض العقبات كالعنصرية والظروف الصحية والمعيشية الصعبة، مطالبين المنظمات الدولية بإعادة توطينهم في بلد جديد. واجهت فيه صعوبات كثيرة، أيوة واجهت فيه لا ماكلة لا مشربة ولا سكن. مطالب بالإجلاء إلى الدولة الثالثة. رغم كل المجهودات التي تقوم بها يعني تونس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني، هناك ما زالت هناك يعني نقائص على مستوى حقوق يعني اللاجئين، سواء في مجال يعني التشغيل، في مجال يعني السكن، الصحة والتعليم. لذا مثل يوم اللاجئ العالمي فرصة لتعزيز الوعي بحقوق اللاجئين والمهاجرين وتحسين ظروف العمل والعيش، إلى جانب الدعوة إلى إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا وتحفيز وجودهم في سوق العمل التونسية. جاء ذلك خلال تظاهرة تحسيسية بمدينة الثقافة. اللاجئ هو مواطن عادي، لازم يكون عنده نفس الحقوق والواجبات اللي عند أي مواطن تونسي ولا غير تونسي. اللاجئ هو مواطن، له نفس الحقوق الموجودة للمواطنين موجودة للاجئين. أما معناه نش منقول وشكرا للدولة التونسية الحقيقة، على خاطر نحن حاليا دولة تونسية موفرة برشا حاجات عندهم الحق في التعليم، عندهم الحق في الصحة، وقاعدين نخدموا لهم نجم يكون عندهم مجال حماية أكبر وأحسن. بالنسبة للدولة التونسية دورها الأساسي يجب فيما يخص العنصرية، يجب معناها تفعيل القانون 50 ل 2018 في مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، هذه مسألة أساسية وبديهية، ولكن يجب التفكير كذلك في تحيين الإطار القانوني للهجرة واللجوء بصفة عامة في البلاد التونسية. ويسلط الضوء خلال هذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة كمناسبة لتكريم اللاجئين في جميع أنحاء العالم على عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربا من الصراعات أو الاضطهاد، كما يعتبر مناسبة لحشد التعاطف لمحنة اللاجئين والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.